غلطة كلنا بنقع فيها، إزاي ننقذ حياتنا من استدعاء الأفكار السلبية؟ يؤكد الأطباء أن صحة الإنسان بتبدأ من أفكاره ومن نظرته للأمور ومدى تفاؤله أو تشاؤمه. وفقاً للدكتورة سوزان نولين، عالمة النفس والأستاذة بجامعة ييل الأمريكية، كان الناس بتتهجم وهم انهم في حالة مزاجية مكتئبة، بيتذكروا الأشياء اللي حصلت لهم في الماضي وبيفسروا المواقف في حياتهم الحالية بشكل أكثر سلبية، وبيصبح المستقبل عندهم في نظرهم ميؤوس منه. بتضيف هذا هذا الانشغال المبالغ فيه بالتفكير في المشكلة لدرجة بتخلي الشخص من الصعب ان هو يتجاوز دورة الأفكار المحزنة، وبتسبب شعور بالعجز، بيشل مهارات الإنسان بيعوق الإنسان عن تقديم الحلول، وبيدخل الإنسان في حلقة مفرغة من المشاعر السلبية. وعشان كده بيحذر الكاتب الأمريكي دوغلاس المتخصص في الصحة العقلية من الوقوع في فخ الطحن الذاتي، بمعنى أن الشخص طحن أنفسنا تحت أفكار بتتسم بالقلق والخوف وجلد الذات على تجارب مثلا غير موفقة أو تجارب ممكن ما تكونش ناجحة، زي فقدان مثلا وظيفة أو انهيار مثلا زواج أو حوادث سيئة في الطفولة ومواصلة تكرارها مرارا وتكرارا. ده هيخليه يحفر جوانا، خلينا دايما بناكل في نفسنا دون توقف أو دون فايدة. بنأكد في النقطة دي إن اكترار الأفكار بيسحبنا نحو حالة من العزلة بيعاني فيها الشخص من مشاكل، بيصعب إن هو يخرج منها. محفزات فكرة إن هو الشخص، إيه هي بقى المحفزات اللي هي إيه اللي ممكن تحفزنا إن إحنا نبعد عن الأفكار السلبية، أو الحاجات اللي بتخلي الإنسان أكتر عرضة لأن هو يكون دايما في أفكار سلبية وبتدخله في الدوامة اللي هو الطحن الذاتي ده؟ الوحدة والفراغ وإهمال الأنشطة البدنية وغياب التواصل العاطفي والعلاقات الاجتماعية وتعميم النتائج. بعض الأشخاص دايما بتقع في النقطة دي إن هي بتعمم النتائج اللي هو طالما فشلت في علاقة معينة بيقول لنفسه ان انا مش هلاقي الشريك المناسب ابدا، وبيفضل في حلقة مفرغة، وان هو دايما بيبقى بيشك في نيات الاخرين وبيفترض ان هما بيعتقدوا ان هو مثلا دايما داخل في حلقة كبيرة من الطاقة السلبية ومن المشاعر السلبية، ودايما حاسس ان هو شخص مثلا ممكن يكون في نظر الآخرين شخص مش في عنده مشكلة. استباق الأحداث واللي هو دايما بيبقى عنده فكرة ان انا مفيش فايدة من المحاولة في ان انا احاول مرة او اتنين، او ان انا مش هتمكن من النجاح مرة تانية، او فكرة لوم النفس وان الشخص يبقى عنده جلد الذات ويقول لنفسه انا السبب في كل الخسائر والمصايب اللي حصلت، او انا مثلا حصل لي كذا انا السبب في كذا، او فكرة التهويل ان هو يفضل يقول لنفسه انا لو ما عرفتش ان انا هفضل ان انا مثلا هعمل حاجة معينة، ويفضل يضخم في الامور كلها ويفضل يشك في نفسه وفي قدراته، وبيحس دايما ان هو معندوش القدرة ان هو يتجاوز او ينسى، فده بيدخله في دايرة اكبر من التوهان ودايرة اكبر من المشاعر السلبية. اضرار بقى الافكار السلبية او الايقاع بتاع الافكار السلبية ده، الايقاع بتاع الحياة المتسارع بيخلي الناس دايما في حالة عن الخروج من دوامة من الأفكار السلبية، الخوف من اللي جاي، دون إدراك التأثير ده على صحتهم المتمثل في الأرق والمرض وفي
في معالج نفسي ألماني اسمه كريستيان ليتكا. لو فكرنا بيقول ان احنا لو فكرنا سلبيا او اذا كان عندنا توقعات سلبية، فان مركز الالم في المخ بيفرز هرمونات الكورتيزون والادرينالين اللي بتتسبب في القلق وفي الالم دايما. كمان في اظهرت دراسات ان تكرار التفكير في الماضي واستعادة شريط الاحداث بيجلب الارق وبيزيد من تفاعل الكورتيزول المسبب لامراض القلب والاوعية الدموية ومقاومة الانسولين. كمان من ضمن الحاجات اللي هي الاعراض ان الاكتئاب والشراهة، يعني في على حسب سوزان نولين ايضا اللي هي بتقول بقى يعني ايه، يعني الافكار السلبية دي بتسبب الاكتئاب وبعض القلق واضطراب ما بعد الصدمة، وبيصبح عنده شراهة وافراط في الطعام والشراب كوسيلة لمواصلة الحياة. وكمان في كمان بيبقى في مشكلة فكرة التفكير دون حلول، دايما بيبقى عنده كسر التفكير سلبي في أسئلة زي ليه أنا عملت كذا، ليه حصل كذا، واستنزاف طاقة كبير جدا، يعني تصرف يعني بيبقى تشتت في الانتباه كبير قوي قوي، وبحث بقى في الأسباب ويعني وتحليل زيادة يعني كل ده بدون أي إيجاد أي حلول لأي مشكلة. ازاي بقى نتخلص من الافكار السلبية؟ الخطوة دي علشان نتغلب من جلد الذات او الوطحن الذاتي، لازم نعمل حاجة اللي هو يعني نلتقط انفسنا او ندي نفسنا فرصة ان احنا نمنح نفسنا استراحة، ونحاول ان احنا ناخد خطوة للوراء، يعني ننظر فيها كده المخاطر المحتملة على صحتنا. الخطوة دي مهمة جدا، والخطوة دي هي الخطوة الأولى للخروج من الحلقة المفرغة اللي احنا بندخل نفسنا فيها. كمان علشان ننبه نفسنا عن أثر يعني الموضوع ده وأثره على صحتنا. بعد كده هنحاول نصحح فكرتنا عن نفسنا، فكرة الحديث السلبي عن نفس الإنسان بيقول لنفسه إيه، وبيتحول تدريجيا بعد كده المشاعر السلبية قابلة لأن هي تجره في حلقة برضو ما بتنتهيش من المشاعر السلبية والأفكار السلبية. ودايما الإنسان بيحس أنه مش قادر يعمل حاجة، ولا أنه بيصلح لشيء، وأنه دايما يعني بتمنع اي افكار ايجابية انها تيجي في عقله في اللحظة دي. لازم في اللحظة دي بقى نحاول نوجه افكار ايجابية بتعزز مفاهيم الانسان عن نفسه، وان هو دايما يعني يحاول ان هو يثق في نفسه، وان هو يقدر يكون عنده ايمان بنفسه، ايمان بقدراته، وان هو يبتسم ويركز على الاشياء الجيدة. نحاول ان احنا نركز على الاشياء الجيدة، ونعرف ان مفيش حاجة في الدنيا مثالية، وان احنا لازم هنواجه عقبات طول اليوم، فلازم نبص للجانب الايجابي حتى وان كان الجانب ده صغير، ونستخدم ابتسامتنا للتخلص، الضحك والابتسامة للتخلص من الافكار السلبية، ونحاول دايما نبتسم حتى في احلك اللحظات اللي احنا بنمر بيها. يعني احنا دايما بنحتاج ان احنا نخفف عن نفسنا بالابتسامة، ونذكر نفسنا ان اي حاجة بنمر بيها دلوقتي ممكن بعد كده تبقى قصة من الماضي. يعني ايه، ما في حاجات عدت علينا وخلاص عدت وبقت جزء من الماضي. بعد كده نختصر بقى الحاضر، يعني ما فيش لا يوم او ساعة او يعني بل لحظة، يعني نحن ايه ما نقعدش كل شوية ندخل نفسنا في كلام سلبي استمعناه من قبل كده، ونقعد نكرر ونعيد ونزيد بقى فيه كل 5 دقايق. احنا لازم نركز في اللحظة اللي احنا فيها حاليا، ما نركزش في حاجة عدت ولا في حاجة جاية، نركز بس في النقطة ديت. وارشح لكم برضو في النقطة دي، يعني دايما بقول كتاب قوة العين من كتب الحقيقي مفيدة جدا جدا في النقطة دي. وهنلاقي بقى بعد كده هنلاقي المسألة بقت مش بالسوء اللي احنا متخيلينه، وهنلاقي الموضوع بقى أقل بكتير، بس طبعا الموضوع بيحتاج مننا تدريب وبيحتاج مننا ممارسة.
كمان فكرة الصداقة، يعني فكرة الإنسان إن هو يحيط نفسه بأصدقاء إيجابية يعني بتستمتع لوجهات نظره، وجهات نظر إيجابية وبتؤثر في أفكاره، وإن هو يكون حواليه مجموعة من الأشخاص الإيجابيين وبيدعموه، إن هو بيتسلح بوجودهم في مواجهة الأفكار السلبية دي. ده من أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان يتخلص من الطاقة السلبية وبتخليه دايما شخص إيجابي، وده بيأثر كتير جدا جدا في حياته. فاختيار الأصدقاء من أحد الجوانب المهمة جدا جدا في حياتنا. كمان إن احنا نشغل فراغنا بتحويل التفكير والاهتمام من المشاعر السلبية والأفكار السلبية والكلام ده، نحاول إن احنا بقى نخرج نفسنا من الدايرة دي اللي هي الداخلية دي، ونحاول ان احنا نخرج براها بقى، في ان احنا ننخرط بقى في الأنشطة ونعزز الأفكار الإيجابية زي الرياضة والتأمل والتنزه والطبيعة والنشاط الاجتماعي والتواصل العاطفي والقراية، ان احنا ناخد دورات تدريبية، نسمع موسيقى، نعمل أي حاجة تشغلنا وفي نفس الوقت تكون بتفيدنا وبتشغل الفراغ بتاعنا. آخر حاجة بقى، ان احنا نتعلم من الفشل، نعتبر ان هو مجرد درس عدى وان احنا نتعلم منه، نركز في حل المشكلة، لان ارتكاب الاخطاء ووقوع الخسائر بيحصل لأي انسان في الدنيا. لازم نعرف ان كل انسان مننا لازم بيحصل في حياته خسائر كتير، يعني مش شخص واحد بس اللي بيحصل كده، لا كلنا معرضين ان احنا نخسر حاجات كتير في حياتنا، فدي هي سنة الحياة. فلازم ما نركز على الفشل ونحاول نتعلم ونخليه درس نستفاد منه عشان نتفادى الأخطاء بتاعتنا مستقبلا، وبدل من نقعد بقى ناكل نفسنا ونقعد نسأل نفسنا أسئلة، أنا حصل لي كده ليه، وإيه الخطأ اللي أنا عملته، والكلام اللي ممكن يدخله في دايرة من جلد الذات والأفكار السلبية. لأ، نحاول نحدد بقى حاجة نتغلب عليها في مشاكلنا، ونحاول ان احنا نتعلم من الدروس اللي عدت علينا. بس ده كان الفيديو، يا رب اكون قدرت افيدكم. نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا، متنسوش دعم باشتراك الناس اللي لسه جديدة، ولايك للفيديوهات لو بتعجبكم وحاسين انها مفيدة، وشير عشان خاطر توصل لأكبر قدر من الناس. وميرسي جدا جدا ليكم، بحبكم جدا، باي باي.